بكم في الجزء الثالث من أمور جرجية. نمشي والموجود مش موجود. موجود مش موجود باش نعطيكم أغرب أسباب الطلاق في تونس. أيوة. تونسية ورجلها وصلوا للطلاق خاطر الانتخابات. يا أخي القاضي قال لهم الانتخابات سرية لواش تقولوا لبعضكم شكون باش ننتخبوا. تلمو غلبوا عليه مسكين القاضي. قال لهم هي سرية. دونك لأنه هو وهي ما انتخبوش نفس الشخص وصلوا للطلاق. موجود ولا مش موجود؟ موجود. ماهوش ديمقراطية هذه. يمنوش بالديمقراطية. يبداو يتناقشوا يتعاركوا. موجود نعرف الانتخابات ما نعرفش أما نعرف شكون طلقوا على خاطر كل واحد انتمى لحزب مختلف. في تونس هذا؟ في تونس في تونس. وعلاش ما ينساش السياسة في باب الدار؟ لا 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 الله غالب. يخلطوا احنا عم يخلطوا. يخلطوا. تلموا مرا وراجل في الدار تنسوا عليها هو شو اللي يعارك كل يوم مرا هما السياسيين ما يتعاركوش هو مصالحه هو درا شنو هذا مصحاب رجال ما فهمتش الواش ده ما تعرفش الطيب المرا قال له لا سياسه لا شيء يتسبللها يتسبللها قال انتخابات وانتخبت فيها ما ذوك هي تعرفش الطيب ماشي هي طلقت وشكون ولا تشخر ولا هو يشخر ولا موجود انتو كان موجود لك شو بيه غريبه على ذكر ما تعرفش طيب تونسي طلق مرته للضرر خاطر ما تعرفش الطيب وفلوسه الكل ماشي على رستورانات في الجلسه قال جيعان في كرشي سيد القاضي موجود 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 شكون يمثل هذه مثلا انا القاضي قدامه تراه صدق جيعان في كرشي سيد القاضي مش مقنع ما طلقش بس إيه؟ لا انا الحمد لله انا برافو زيد سيد القاضي أنا جيعان في كرشي سيد القاضي تؤجل الجلسة والله سيد القاضي جيعان لا لا عاود لي عاود لي لا سامحني عاود والله جيعان سيد القاضي نحسك جيعان من منظرك والله أنا اخترتها تو كريم تفضل علاش حاب تطلق؟ نعم علاش حاب تطلق عايش خويا ما جامش يقول جيعان في كل شيء. أنتو كا موجود. 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 شبعان في معد. تونسية طلقت رجلها خاطر لقات مساج فيه نحبك وينك. يا أخي طلع مصدر وطفل عمره 16 سنة غلط كي جاي يبعث فيه لصاحبته. بعد ما طلقت فاقوا إنه مصدره لازم يكون موجود. ليش ما طلبوش؟ هو الطفل اللي فضها له عمره 16 سنة. ولد أخت المرأة اللي يخرج معاها هو فضها له خذ 30,000 ظهر سيناريو معناها هيك جات ذكية مرته تحلب تحلب كريم مش نصحوك برشا ما تكشفش أوراق. خبي خاطر باش نسى في يعرفوا معناها نحبك ربي فضلك لنسى فهمتني؟ اه خو علاش ما طلبوش؟ هي وقتها هبلت وما صدقت فما نساء امبولسيف ديريكت معناتها تطلق تقول لك هو ديريكت تطلق على ميساج ميظهرلك مش صحيح نساش بهم امبولسيف معناتها ترى ميساج ديريكت وانت تحب المراه الامبولسيف كريم لا انا ما نطلقش ساكنه تحت المحكمة لا انا لان على شنو هي البولسيف؟ معناتها ليه معناتها الغياجي تخو فيت ما تقعدش تخمم وتثبت وكل شيء ديريكت تتصرف البولسيف عني خالتي كيك انا معناها البولسيف كيف خالتي؟ والله لا في بالي ورجلها طلعت بها الحكاية ورجلها يقول لك مرتي درك اسمعوا هذه هذه دونك موجودة ولا مش موجودة؟ موجود به هذه باش تدوخوا تو أمان باش تدوخوا أمان أنا كملوا الحصة سي عبد الستار تونسي طلق مرته خاطر تاكل البصل ني وما تحكش سنيها موجود دخنا دخنا كل دخنا هذا مؤامرة سامحني سامحني بلا سامحني عادية هذه اي تونسي طلق بالشاي موجودة مش عادية كريم جيعان في كرشي احكي لي عبد الستار وبالشرع يطلقها شرعا يطلقها شرعا شرعا يطلقها فوزي اخرج يا فوزي بالشرع لازم يطلقها فوزي اخرج هي كيف كيف زادك هي كيف كيف فما حاجة
مكروهه مكريهه في بدنه تشمها عليه تنجم تطلب الطلاق. والعكس كيف 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 صحيح. فما شكون عرفتك الزريعه نتاع الهريسه تبع والله ولا ساعات تمشي مع الطفله مثلا ولا حاجه تلقاها مسكينه هي تسير معناها مش معناها الكل تسير انا بدي ساعات ساغيب اما تبدا تصور تيليموش تبدا كلاس هكا وعاملتهم ساك شانيل هكا وواحد ودرجنيه والكل تدخل ريستورون تيك ما سي بو لي ماش تحت في الميه الزريعه معدوس في السماء وتقول لك فما اش عندي فهمتني تعمل لك اش عندي عندي حاجه وبعد كي تشوف المرايه تكتشف تبقى تبكي ثلاثه شهور نعرف التوانسه قبل يحترموا برشا طقوس المايده من الميده معناتها كي الطاوله معناتها يلزم شكون ياكل تحترم الكبير كذا مي اسكو عندنا من قبل فاست ما يلزمكش تمرتق ما يلزمكش كذا ولا بيان كو حاجه غريبه تعلمتها ملياش برشا انه في اليابان في اليابان في دون لي غران ريستورون الشيف كي سربي شربه يدور على الطاوله الكل يلزمك تاخذ ياخذ قدامك تمرتق الشربه قدامه هذاك دليل عنها بنينه معناها العكس نتاع احنا عيب تمرتق هكا الحس اللي تعمل عيب هي بلا هو هذاك تقول له يعطيك الصحه راهي بنينه برشا باش تذلنا قول له غلط طيب شربه بنينه يدفعين كرويه ما احنا نضربوا بالصحفه في وجهه فما اداب نتاع الاكل كل بلاد ورطاله فما شكون هذيك اللي ديما يبدا مقرب مثلا هذيك انا اكثر حاجه تفدني تعيش يبدا مقرب غاتس في هريسه في مثلا عجه ولا حكيك يبدا يعمل لك هذيك مخه يشرب زينك تونسية قدمت طلاق للضرر وربحت القضية وسبب انها ما رقدتش مرتاحة ولا ليلة ملي عرست خاطر رجلها يشخر موجود هذا راكون كل حلقه تحطوا كبار هذا موجود مع الشخير في فريق الاعداد في خاطر سي لوجيك ما رقدت شوكه معناتها كلامي طلع صحيح اه باش تعاود بخوله نفس الحكايه خوله خلات تشترك في الصاله علاش تطلق احنا قبيلي بليل قال احنا تربينا على جو نحبك نتاع المسلسلات انا نحب نرجع للحب دونك عبد الستار باش يحكينا على اشهر قصص الحب في تونس ولكن انا قبل باش نقص عليك بتوب فايف نحبك في المسلسلات التونسيه المسلسلات التونسيه تربينا مع على مشاهد الحب دونك اللقطه الاولى انت مش ماخذ صبيحه في ظهر اختي طلقتها اختك ولا هي طلقتك علاش ما ترجعيش؟ على خاطر نحبك انت هذه فتح الهدايا وفريال جراجا يا حسن تقول دغرها وقاعده تنباهي شكرا نحبك كلفينو في المرتبه الرابعه مسلسل غاده ومحطم قروب العذارى فتح الهدايا ودرصاف مملوك توحشتك اش نقول على روحي انا نعرف مكتوب علينا ما نعيشوش كي الناس يمينا أيام أخرين وقدرة ربي نفرحوا أمي وأخوك الناصر أي خليني نمشي جايينك شافوني ولا داخلة ولو لا ما يجيش لا يجي وراسك يجي شنو تحبني نخرج نبرح في الشارع ونعيط يا أهل المدينة راهي المرأة هذه خطيبتي ودوب ما يحضر راقة باش تولي مرتي يا قوم النهار عبد الستار بالحق بالحق كانوا يتقابلوا كيكا في التريكن وفي ال اي فما بلايص يتقابلوا فيهم تعرف أغنية تغنيها صليحة يا خليلة اي هذيك الا شبيلة يرحمها
اعطت موعد راجلها علي بن عامر الله يرحمهم الكل قبل ما تزوجوا مش الحمام أي. كان تمشي كي تمشي للحمام هو يقف تحت الحيط يستناها كي تتعدى طايح اللبانة هكا نهار هكا هو هكا هو هذيك الحكايه هكا هو يهز اللبانة يستحفظ بها هذيك سينيال واحد دموخ لدرجه انه نهار تعديت امها فطنت تلقاها شدتها ما مشاش للحمام استنى تحت الحيط استنى كي ما جاتش كتب اه يا خليله يا ناسي الميعاد ميعاد هيك الليله ما تخيل على اللبانة يقعد يستنى ماشي في بالي لوبين هاي تحت الحيط مسكين هاي هذيك تعملت على الحكايه هذه يا ناس يا لوبين هاك والله 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 ليه سيبري بيه المرتبة الثالثة في توب 3 مسلسل ظفائر عارم إبراهيم توا يبدا هو لوبين لا عارم ما قصدتش اللومك ما عنديش علاش اللوم الجوهر مردوم في التراب ولا مخلوط مع النخالة ما يغباش في عندي جوهر حمامة بيضة جالية محبوسة شو أنا حامك سوري لتنجم تتحرك ولتنجم تطير إبراهيم خايف عار خايف الكسور مع الزمان تتجبر والجروح تتلم والقلب المتحجر مع الوقت لي أنا عهدتك ما نخونش قلبي لك وحدك مدام حي يخفق مشو تحت التراب مردو والغيرك حتى بعد سنين ما يلينش إبراهيم إبراهيم وقتاش ملقاه يمكن يطوال شهور منين نتقابلوا في داري دخلت قلت له إبراهيم سي بون معناها يحب عليك أنتو كان شوف الريتم نتاع حتى الأفلام الريتم نتاع باش يقولها نحب سي تري لون نشوفوا توب 2 معناتها توب 2 منين نتاع روسيا زين أنت تخافي من الفيران أنا ما نخاف من شيء كان من الراجل اللي باش ناخذ نحبك يا زين نحبك نحبك توب 1 الخطاب على الباب شوف مع بعض كرا ما نعرفش شكون حضر عليه ديسيبسيون وقتها قريب نبكي ورا مسكين سخفنا ابدع فيه وقتها ابدع وسخفنا كيفاش تبع يعطيهم الصحة دونك يلا نمشيو للحب اللي يكسر الكرايم مستويات مستويات تويكا سبيسيال حب بابا الباهي العروس والعروسة في الفيديو الأول سي عبد الستار تعرفوا على بعضهم كيفاش هي قاعدة تحت البوطو يتعدى هو يرمي لك عبد الكلوفيل على شعرها تلصق في شعرها تجي يومها تقرقط لها شعرها حاسيلوا حكايتهم طويلة عملوا ليلة العرس خويا ليلة عرس طايرة بأتم معنى الكلمة وحبوا هما يطيروا في ليلة العرس نشوفوا لهنا كيفاه طلعوا فوق كالصحن الطائر ويدوروا بهم ويشطحوا هما جوهم باهي ويتكبوا هو وياها خويا يطيحوا الزوز سقوط غير المبرر بالمره معناتها السؤال يطرح نفسه شو مطلعك انت والمراه غادي معناتها والله يستاهل شو موصلك يستاهل شو موصلك فوق الطبق طقوس شنو هي الخوله طقوس مكيكا في قبيله افريقيه قبيله افريقيه عارفه فوق السطح الفيديو الثاني خويا فيه برشا حب برشا رومانسيه كي العروسات الكل سي عبد الستار انا يقعد في البلاصه هذيك نتفاعل معاه حبوا يوكلوا بعضهم القطو خويا لكن حصل ما لم يكن في الحسبان شوفوا لهنا يا اسطوره شوف محلاها لهنا شوفوا لنا كيفاش وكلها القطو قال لها كولي وما عادش تعاودها حياتك الكل اخر مره نوكلك في حياتك والعروس هو معروف متربي ولد عائله حابه تتفادلك معاه هي تجبد هو يقدم كسره في يديك قال تفادلكي وقته تو تفادلكي هاكا من ليلة العرس من ليلة العرس محلاه لا وتنجم تكون مناعم طفله تقول والله ما حمش ومحلاه اي راجل راجل لا راجل تبارك الله ولد عائله متربي ولد كلب ما يحشمش متربي على الاخر تبارك الله عليك والله ما عرفت والله ما بلدو ما بلدو ما يحبش تفادلك انت ماكش ولا صبا عنده خروف صحتي نفسدوا العرس صحيح ولا نقف ولا نشد القلب سوكا الواحده معها تكف مش كتاب ده تحبه يدخل اليمنيين تبدا حاطه حاطين لك الملحفة على وجهها وماليها دايرين بها يدعري لها وجهها ويصرفها حكف وقد ما يضربها قد ما هو راجل قد ما به
ويقوم يزغرطوا نساء بالفرحة معنا والله يقارب ترى بلين كريم صرفك خاولة واحنا زغرطوا ترى نعملوا اليمن انت صرفك خاولة واحنا زغرطوا الكل يلا بمراك خلاص ما تحركوش واحد اثنين برافو برافو يلا برافو الفيديو الثالث خويا الراجل في عيد الحب أنا خيط أمان الفيديو الثالث الراجل في عيد الحب عمل مسابقة اللي هز عمله مسابقة اللي هز مرته يمشي يربح ويمشي بها يربح أي. السيد هذا يشارك خويا في المسابقة مشى يجري هز مرته في المسابقة خطفها هز حب يمشي للكرسي خويا ويجري هو وياها ويتكبوا الزوز على الكرسي هو مسكين هو مسكين حب يربح جائزة لكن في الأخر ربحت على الشر من مرته ومن عائلة مرته ونسيبته ربحت على برشة على الشر مش نقفله في عيد الحب قررت نهدي لكم يا بايا كليب رومانسي كليب كله حب ورومانسية للفنان الرومانسي فوزي لا مش فوزي الشاب شكري فمعناه كليب رومانسي جدا نشوفوا الشاب شكري والرومانسية يا بابا كل زوز زوز بتاعه إلا لا ما عندي مرة لا بس كده بس كده بس وين في عائقب بالعزية كريم والله على مكان يا رب يا رب ربي صبره ربي صبرك دوام لله الله يلا يلا نمشي وتوال أغرب قصص الحب لا قصص الحب التونسية مع عبد الستار عميمو والله شو وقتنا خلنا نسمعهم بالله يقولهم عبد الستار ومصباح أحكي لنا سي عبد الستار على أشهر قصص الحب في تاريخ تونس خاطر احنا في بالنا بلاد ما نشتع حب لا يظهر لك عندنا برشا قصص اما مش معروفين بالمجد بالله ما تحكي قصه بين انا بالليله لا لا على الناس اللي قدم معناها باعتبار ان عندنا قصه فما ساله معروفه في تونس في كارتاج سوفونيب تعرفوها حضرتوا في خلاص لكن سوفونيب هذيك شخصيه مراه اميره جميله برشا قرطاجنيه وكانت لا بروميس دو ماسينيسا ثم لأسباب سياسية مش يعطيوها للملك سيفاكس ولكن كي تقتل سيفاكس ماسينيسا رغم اللي هي قاعد يحبها وتزوجها وحبي معناها حبي منحها من الاحتلال الروماني معناها لكن ما نجمش فكي ما عرفت روحها سيء أمورها قتلت روحها مش ما تكونش لحد آخر معناها هي ما صدقت ربي خذات حبها فقتلوا عندنا تصويرة هذه هي خيالية بالطبيعة يوري فيها كيف طلبت المادة القاتلة مش تقتل روحها فما كذلك هذه الراجل حب أكثر من كل من المرأة دلت عليه برشا أروى القيروانية المنصور العباسي وما أدراك أبو جعفر معناها تصور المرأة جاي يخطف فيها عجبته جاي يخطف فيها هو المنصور مازال وقتها مش ولاش خليفة وشرط عليه شروط اللي مش يوليوا العقد على عادة أهل القيروان أنه عصمتها في يد هي طلق وما يطلقهاش الثانية أنه هي تختار محل الزوجية ثالثة أنه هو معناها هذا العقد القيرواني وثالثة أنها هي إذا كان تزوج عليها ثانية الزواج لاغي وتنجم تحطه في الحبس والرابعة أن ما يطلبهاش بالأشغال اليومية ما قلناش طيب ما قلناش أخسر المعن هذا عام؟ هذا 722 ميلادي معنى الحكاية عندها معناتها كان عام 2017 تشرت واحدة نقوله كثرت لها كثرت لها ليه قبلها هكي وأكثر من هكي ولا خليفة ومشى لبغداد حب يشري من عندها حق التسري بجارية مش أنه يأخذ عليها امرأة يتسرى بجارية يكتب لها الربد منطقة في العراق قد تونس 4 مرات خذيتها وحبستها على ذريتها من البنات وما عطتوش حق التسري بجارية وماتوا وما نجمش يخ عليها مرأة أخرى مشاهدتوا فما نلقاو أروى القير نلقاو فما أمير الأمير عطف اسمها حلو برشا عطف الخليفة معناها تونسي شو اسمه الحفصي أبو زكريا الحفصي أبو زكريا الأول وعطف كان يحبها برشا وعلى خاطرها مش هي طلبت أن يسكنوا في القصبة قالت له نحب نتنزه مش عملها تنزه نتاعها في راس الطابية
مش يحللها باب من القصبة، لكن على ما يغير عليها ويحبها مش عملها ممشى على طول الناس سنة 9 أفريل، حتى راس الطابية ممشى تنسك الروسة بحيط من اليمين وحيط على اليسار مش بيشوفها حتى حد. شنو لك كي تبدا ماشية؟ اي عطف ما فساد فساد مالي. قول انت. عندنا كذلك هذه المدرسة، المدرسة اللي بنتها أميرة عطف، خاطر هي بنت مدرسة وجامعة تو موجودة اللي هي تو كلية الشريعة تويكا، وجامعة التوفيق اللي هي جامعة الهواء. من الشخصيات الأخرى خاطر جو باس فيسا فيسا، عندنا فما مصطفى خزندار. سيدي مصطفى خزندار هذه قصة حب علوة برشا. مصطفى خزندار ولله كلثوم خاطر قعدوا يحبوا بعضهم في الحياة ويحبوا بعضهم بعد الوفاة. هذا سيدي مصطفى خزندار هي هو مملوكي ما تعرف الأصل، ولا وزير كبير منذ 39 سنة، وزوجته ليلى كلثوم أخت أحمد دبي وبنت مصطفى بي كان يحبها برشا، ومنعته من موت محقق باعتبار أنه في وقت من الأوقات وقت تبيلك من الوزارة بيك صهره راجل بنته خي الدين كان مفروض يتحاكم، والمحاكمة وقتها معنى يقصوا راسه. فهي معنى دخلت مش منعته كانت تحبه ياسر، وكان قال لها كيف تعمل، قتله خلي يهزوك نخرج حفيانة راسي عريان وساقية حفاية حتى البارد نعملهم الفضح، وهكذا معناها النجمة تتمنع زوجها بعدش تفاوضت هي أخوها ولد عمها صادق بي. هذا قصرهم اللي كان يسكنوا فيه وتوا قصر المسرح في الحلفاوين. من طرائف الأمور أنه حب يقعد معها ديما، وقال نحب ندفن معاك فردق بر، قالت له مستحيل التقاليد الحسينية تمنع. فمشاو اختاروا البقعة نتاعها في تربة البي وتوا موجودة، دفنت هي في بيت الأميرات الداخل في الغرفة تحت شباك، هو مدفون في وسط الدار عند ساقيها، معناها حتى في موتة بجنب بعضهم بكشي فما طاقة بيناتهم طبعا. من عرش الحق ما حليتش الأقبر، الله أعلم شو اللي صاير. من الشخصيات الأخرى كذلك اللي في تاريخنا مرتبطوا برشا ببعضهم هما آخر الملوك الحسينيين سيد محمد الأمين وزوجته للجنينة الكبيرة، من طرف خذاها برغم أنه والده ما في بالوش ما حبش حتى مش شعب، مش أميرة ولا مش شخصية كبيرة من الشعب الكريم، تزوجها وكان يحبها برشا ما تزوجش عليها، وجاب منها 11 منهم سيدنا محمد، معناها 11 صغير، ثلاثة أولاد والبقية بنات، لكن كان يحبها بطريقة غريبة لدرجة أنه كي كبرت شوية هو كان مغروم بالسينما، فكان في الليل يعملوا ساعات في القصر يعملوا بث تاع فيلم، لكن هي كانت تحشاك مريضة بالسكر. على الدنيا ظلام كي تقوم للتواليت وهم يقصوا على الفيلم ولا يشعلوا لها ضوء ولا شو يعملوا، اخترع لها طماق يشعل بالبيل، فيه أنبوبة بالبيل مش كي تبدأ تمشي يبدأ يشعل يوريها الصينية مش ما تطيحش للا. وفي الأخر كي توفيت كما تعرفوا كي تعزل هي حطوه في بيت في قصر في منوبة، وهي هزوها بقضية المجوهرات وهزوها تتحاكم، روحت فايض عليها الدم وباكمة ما نعرفوش شنو اللي صار، حطتها في حجره وقال لها لطف عليك للا وهي ميتة ديجا يعني وهي في حجره كان يحبها برشا. كذلك في البيت الحسيني نقعدوا فما مطرب كبير معروف سيد القلال، تعرفوا سيد القلال غنى برشا على فاطمة هكا ولا فاطمة بنت العم ويا فاطمة المطربية تنقت وكل هذه القلال كان شخصية حقيقية الأميرة فاطمة بيا اللي هي بنت لمين بي، هو حتى كان يعيش في القصر معاهم وكان مضروب فيها على الاخر وكان يحبها برشا وهي اجمل بنات البنات الحق على الاطلاق، فطلبها من بوها وبوها ما حبش يعطيها له بالطبيعه وزوجها 8 شهور من بعد توفيت، هو ما تزوجش بالكل وغنيت ما تزوجش بالكل السيده هذه حتى اللي توفى ما تزوجش اكراما روح فاطمه بيا خاطر كان متعلق بها حب كبير حتى وتوفى تعرفوا توا 3 سنين التالي برك بعد عمره ما تزوج، والغنية هذيا يا دار الحبايب قولي رحلوا فين غناها هو لكن ما صورهاش خاطر سي الحبيب كان يعرف الحكايه، بعد 7 نوفمبر طلب من التلفزه انه يصورها وجاء صورها في دار البي في دار سيد لامين ويدخل القصر ويحل باب بيتها يدخل كان يفركس فيها كان هي ميته لها سنوات مع ذي يدخل القصر ويدور من بيت البيت ويحل البيت اللي كانت بيت للا فاطمة وكانوا يكلم فيها كانوا يفركس في فاطمة ببيا اللي قعد هذاك باردو لا هذا قصر بيت الحكمة تويكا في كرتاج هذاك دار سيد لامين معناها كانت علاقة غرام غريبة بيناتهم. ونختم بشخصية أخرى كما قلنا آلاف من التوانسة أما بين فنانين زوج فنانين كبار إلا صفية شامية وعمي سيد أحمد الصباحي علاقة دامت 42 سنة رغم اللي هو كان متزوج قبلها وعنده اولاد كي حبها وتزوجها مرته الاولاني اعطته اولاده قالت له خاطر اولادك مش تحملوا المسؤوليه خذتهم الى صفيه وجابت اولادها ما فماش فرق بين اولاده واولادها انا الغدوه ما نعرفش الفرق بيناتهم صفيه كانت تحبه برشا وتعشقه ومش صفيه شامله نعرفوها اللي في التلفزه ويتراوها وكل شيء سينما
في الدار راسها معصف في هندية وتقضي ومرأة راه دب دروحة كذا هذيك الكل معنا سينما. فعمي سيد أحمد كان يحبها برشا وكان صعيب معها ياسر كي تكسر عليها تتقلق كما أي مرأة تسد يقول لها يا صفية نهار ثاني مش عليك يمشي شطرك. خرجين عمي سيد أحمد كي توفى طاحت استنقطت يدها وساقها استنقطت وقعدت 3 سنين بعده هو كركر في يدها وساقها تقولها فما تقول أحمد كما قال لي مشى هو ومشى شطري معه. في بالك كل حكايه هذه اللي يقهرني كل حكايه تجي فيلم وتجي مسلسل. كان جينا في بلاد متطوره ثقافيا والله راه ما حكايه مخلصين. فما حكايه زاده نتاع شو اسمه نتاع رابح مفتوله حب واحده معروفه قصه حب واحده رابح مفتوله ونادره شوالق هما كوب العالمي نادره شوالق بالرسمي كانت تتكيف طيب كان عندنا سيكونس تشوفوا كيف هذا يدور معناها في اللاجار نتاع برشلونه يشم في راحته كان وين بانكو يزرق وين واحد وديجا الغنايه وين مشيتي يا شويله قسم كان يحب حب اعمى والبي ديجا هي تسكن حسيلو حكايه خماض هي ليه من بعد انتحرت قالت ما نعرس كان به هو بعد ما مات معناها والكل هو تشد ليه ليه انتحرت تعرف انتحرت بخيوط صبات نجيب غمية قبل ما نكمل معاكم نحب نقول اللي في رمضان تذكروا هدينا قط الشمال ديليسة هدينا برشا عمرات مشاو معناتها للعمره وصورناهم كانوا فرحانين برشا الفايزين معانا ان شاء الله يا ربي مبروك عليهم الحجاج الكل اللي مشاو من اهداء قط الشمال القوطه هي ديليس نكملوا مع بلاي ثم نرجع لكم. سلام انور وائل مليون يقول لكم امور جدية تحية من زغوان السرحة أمور جدية تحية من أباك المحرس الأمور جدية مطمطة تحية صدق حلواس فوزي بن جبرة بسام الحمراوي كريم وغرب أمور جدية أحلى تحية لأمور ديديكاس لامور جدية بيا الزربي كريم الغربي خولة بسام حمراوي نوف الوجان هيا لامور جدية مباشرة من وزنا تحية من سيدي بوسعيد في الليل أمور جدية أمور جدية تحية شعبانية لامور جدية أحلى تحية غروية لأمور جدية من ألمانيا في فرانكفورت حب سلم عليكم حب تحية لكل برنامج أمور جدية أمور جدية تحية أمور جدية أحلى تحية كندية من أوتاوا الأمور جدية بيا سرتي ميغالو خولة أحلى تحية من سيدي السليانة الأمور جدية أحلى تحية أحلى برنامج أمور جدية من المغرب كريم ميغالو أمور جدية تحية مستيرية الأمور جدية كريم الغربي فوزي بن جمرة بسام الزردي بسام الحمراوي أمور جدية أحلى تحية انت زادة انزل بلاي وسجل فيديو وابعث لنا على 58 080000. ميرسي 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 يعطيكم الصحة. بي على كبر التصفيق نعرف قديش عجبكم اليوم عبد الستار عمامو. هو يحب يوقف
واقع بيناتنا. أمانة راني بالحق راني من المعجبين بصراحة. معناتها عندك أنت وعندك كاتب اسمه حسنين بن عم. معناتها الكتب اللي يكتبهم في بالك مقطوعين وصل بعثهم لي بي دي اف على باب العلوج وكذا. رحمانة وكروسة يحكي تاريخ تونس بجاه ربي. ماذا بيا يعاود يطبع؟ هو قال لي باش يعاود يطبع. ماذا بيا يعاود يطبع لأنها روايات تحبك في تاريخ تونس. كيما السيد هذا بصراحة راك ما نعطيوكش حقك. معناتها يحبك في تاريخ تونس في أي موضوع يتحكي فيه. اللي قلته مش صحيح خاطر يعطيني الدليل كي كلمني يقول لي قلت كذا وكذا في الراديو. معناه اللي قلته يعاوده لي. ليه نتبع؟ اي ليه بالحق نتبع كل حتى عايش عطيه قال لي ليه والله نتبع. وفي رمضان وفي رمضان نعرفك حتى شنو عندك شقه مفطر. نتبع في ذات الشباب ونتبع فيها على الاخر. بيا محليك شفت كان عينه لابسه الغوج اليوم. دماش مش بيكم تمنوش مش هو لحموريه في القلب يا بيي. فوزي بربي راه تشمعه هو من 14 حاب نقول حاسه تتعدل ل 3. ميرسي الاسباس اماني اللي دو ا جوست زيده يعطيها الصحه والمكياج. يعطيها الصحه كرم صح. بس اماني كريم نقول ميرسي. عندي فازه انك جيت معك انفيتي المره اللي فاتت. طولت وقت نحكي على الحومه والكل صارت مشكله في معناها فما النص مازال ناقص والكل برشا معناها من الحوم تقالوا لي معناها حكيت كان الحاجات الخايبة فما أي فهمتني واللي هي معناها مسرحية خاطي معناها مش معناها مشهد من أي قصينا في المسرح والكل وتقصف في المونتاج والكل ما وصلش المعنى فهمتني والكل. نسلم على ولاد حومتي الكل نقول لهم أنا فرحان راه بحومتي حيشاك راح أقوى حومة عندي وراني نتشرف برشا لأن ولد حيشاك وراهو راي فما الحكايه معناها حكايه مونتاج والكل. نحب نمشي مشينا للدوحه كعملنا عرض. نحب نشكر الجاليه التونسيه اللي في الدوحه اللي فرحوا بينا على الاخر وحطونا على روسنا معناها الناس كل على روس حشمونا على روحنا بالحق فرحوا بينا على الاخر. حشمونا على روسنا مش حطونا على روسنا. معناتها خوله باش تعلم كريم العربيه. شفت ميسي كمل كريم باش نهدي لها سبادري بالضو. مجلس ومجلس الجاليه تاع الدوحه الاعضاء الكل تاع مجلس الجاليه التونسيه في الدوحه باش ما ننساش اسم. وفما زوز طفله تونسيه اسمها نوال معرسه بواحد قطري اسمه عبد العزيز. اقسم بالله ريت الاسكتشات تاع مور جديه حافظهم الكل اللي شكينا فيه. قلنا لها معناها قلنا لها تونسي قطري يحكي بالتونسي ويعرف كل شيء. فرحوا بينا غادي على الاخر. زوز خوات نعيمه الغربي واخوها محمد الغربي يكاور في الكل اللي ما يقربوا ليش اما فرحوا بينا بالحق على الاخر. قول لهم يعطيكم الصحه ان شاء الله ماشيين لباريس الجمعه هذه نهار 16 و17 مارس الجمعه الجايه في مارس فيفري فيفري الجمعة الداخلة ما دام هو قال انا نصدقوا بيات زوز عروض كومبلي ان شاء الله نقول لهم نرجع مره اخرى لباريس. 23 فيفري دار الثقافه الجاموسي. 24 فيفري كوليزي تونس. 5 فيقس قول بس فيقس كي دار فين في دار الثقافه الجاموسي بس فيقس برسم دار 25 دار 23 فيفري دار الثقافة الجاموسي إن شاء الله في صفاقس. 24 فيفري كوليزي تونس. 25 فيفري زفير. مرحبا بالناس الكل ويعطيكم ألف صحة. بسام بعث لي سمس كيلو مقتل عروض بعثوا له سمس تو بسام وي في الانتظار احكي بس في العروض. اي اي هو عندي شعب ستار وعندي ربي يغفر لك ولا ضايع ورقه ورقه كريدي تاع الصالح عطريه خويا ورقبه احنا هات البورتابل وري البورتابل هات وري البورتابل هذه ميساج بعثوا لي مرتي لازم لا وري البورتابل شو الوضعيه شو الوضعيه شو الوضعيه شو ترى حتى دونك زوز كيلو مقرونه مزرعه سمبت انت وين عندنا ان شاء الله نهار 17 فيفري في المسرح البلدي بسوسه مسرحيه ملا عيله. شرفتنا بيوتا كي جات بحدنا نهار السبت اللي فات. عرض مش عادي مسرحيه تهبل كومبلي الكوليزي. جي جمهور كبير ريت عباد من الجزائر جو من فرنسا. ان شاء الله نهار 17 فيفري السبت هذايا في الكوليزي. بربي نحب ننوه نبارك الخويا قدور زادو زادو وليد اسمه احمد سلمان دريدي قدور ان شاء الله يكبر هذايا اصغر واحد يتبع فيه. مبروك يا قدور 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 مبروك يا قدور. وبربي فما التصويره هذايا بتاع حاج راجل كبير اسمه منصور بالرحومة عمره 72 سنة راهو عنده زهايمر وضايع. بربي اللي يلقاه يتصل على 22 52 85
66 مشويين عليه وليداته وداره بربي اللي يلقاه يتصل على النومرو هذا اللي قلته يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه وميرسي بوكو ربي يفضلك شكرا عبد ستار يعطيك الصحه نورتنا نخلي كلمه ختام يعني جوست حبيت اقول مادام ذكروا العروض نتاعهم عندي عرض المدينه اوبريت المدينه مع امال علوان المخرجه نتاعها باعتبار نقوم بدور الدور الوحيد نتاع التمثيل انت دور المدينه انا دور المدينه اي دور دور الراوي نتاع القصه هذه هي خاطر اوبريت كلها اغنيه انا برك اللي نتكلم في المسرح البلدي نهار 29 مارس ان شاء الله نهار 25 مارس عملناها في كارتاج في المسرح كارتاج والمرة هذه في المسرح البلدي إن شاء الله 29 مارس مش فيفري مارس 29 مارس خميس 29 مارس تو نواكبوا أكيد يعطيك الصحة صاحب ستار نورتونا شكرا لكم الأولاد الكل نتقابلوا ثلاثة جاية في أمور جدية صباح الخير ما يتعدش كيف يتعدى يخونك كيف ما غنتي لكن قلبي حبك أنت حبيتك طفلة وبنية حبيتك كيف سردت بيا